السلام عليكم اخواتي ابناء الوطن العربي الكرام، واهلا بكم في رابع درس من كورس السوليد ووركس. ان شاء الله في الدرس دوت هشرح الريكتانجل اللي هو المستطيل في التو دايمنشن. قائمه التو دايمنشن كنا اخذنا في الدرس السابق اللاين. الدرس ده ان شاء الله هشرح الريكتانجل اللي هو المستطيل او المربع، تمام؟ ازاي ترسمه في تو دايمنشن. هروح على فرونت دايمنشن، الفرونت بلين، هضغط عليه كليك يمين وهضغط عليه نورمال. انا عايز اخليه نورمال 2 اللي هو في وضع في التو دايمنشن. هنا ريكتانجل هرسمه بمعلوميه، هتضغط على السهم دوت، مديك لي خمس حاجات ترسم بيهم الريكتانجل. اول حاجه كورنر ريكتانجل، يعني اذا عايز ترسم كورنر، ترسم مستطيل من الكورنر بتاعه. احنا عارفين المستطيل ليه اربعه كورنرز، فبيقول لك نقطة البداية بتاعتك كورنر ريكتانجل، ده اللي انت نقطة البداية بتاعتك هتبقى في الكورنر. هتضغط عليها اهو في اي مكان، تقوم محدد نقطة البداية كورنر، وتحدد تمشي يمين لتحت، يمين لفوق، يمين شمال، يمين شمال، شمال لتحت، في اي مكان انت عايزه. هتحط نقطة النهاية. كده رسمت ايه؟ كده رسمت ريكتانجل اللي هو مستطيل. زي ما انتم شايفين هو باللون الازرق، ومكتوب لي تحت اندر ديفاين. اقوم محدد الدايمنشن بتاعه، اقول له والله ده طوله مثلا، العرض بتاعه هو 20، وادي الطول بتاعه اقول له 50. لو عايز مربع اخليه 20 في 20، 50 في 50، وهكذا يعني. عايز انسبه لنقطة الاصل، اقول له مثلا بدل ما احدد هتاخد اي، تنسب اي نقطة لنقطة الاصل بعد اكس وبعد واي، تمام؟ طب انا هخلي مثلا، نحط عايز انقل النقطة دي، اخليها على نقطة الاصل، اقوم ضاغط على النقطة دي كليك شمال، واضغط كنترول، وهضغط على نقطة الاصل، هيجيب لي العلاقات بروبرتس، اقول له اضيف علاقة جديدة اللي هي خليهم كونسيدنت مع بعض، فتحول المستطيل لنقطة الاصل، ويبقى لونه اسود، وكاتب لي عليه فولي ديفاين، تمام؟ دي اول طريقة ارسم بيها، اول طريقة ارسم بيها المستطيل. بعد كده تاني طريقة اللي انا ممكن ارسمه سنتر ريكتانجل، اللي هو هرسمه من السنتر بتاعه. لو ضغطت عليها هيقول لي حط نقطة البداية، نقطة البداية بتاعتي في السنتر، تمام؟ اقول له ليكن دي نقطة البداية. بتفتح معاك ايه؟ بيفتح معاك مستطيل، وبيقول لك حط نقطة النهاية بتاعتك. ادي نقطة النهاية، اخلي ده مربع مثلا 50 في 50، ادي 50 وادي 50، تمام؟ ادي مربع، رسمت مربع عن طريق اللي انا عن طريق تاني اوبشن اللي هو السنتر ريكتانجل، اللي هو نقطة البداية بتاعتي من النص. زي ما انتم شايفين ان هو باللون الازرق، كاتب لي تحت اندر ديفاين. ده مثلا اخلي النقطة ديت هنقلها على السنتر لاين، اضغط عليها وكنترول، واضغط كنترول على، اضغط على نقطة الاوريجن بوينت او اي نقطة تانية. ممكن الغي النقطة دي، اضغط نقطة التسعة ديت اشيلها، ديليت، شالت النقطة اللي فوق، اشيل النقطة التانية دي، ديليت، احدد مثلا النقطة دي اهي، وادي النقطة دي، واخليهم الاتنين ميرج، الاتنين ميرج اللي هما ايه اهو. فاذا تحاول تنقل المستطيل ده او المربع ده هنا اهو، وبقى باللون الاسود، وكاتب لي تحت فولي ديفايند، تمام؟ اللي هو ايه، انا حددتها بالنسبة للنقطة متحددة قبل كده، او جبت حددت البوزيشن بتاعه بالنسبة لنقطة متحدد البوزيشن بتاعها قبل كده، تمام؟ بعد كده ممكن ارسم مستطيل بمعلومية 3 point corner rectangle، اللي انا ممكن ارسم مستطيل بمعلومية الثلاث نقط بتوع الكورنر بتاعه. لو ضغطت عليه بيقول لي حط نقطة البداية، لو حتى لو بصيت تحت هنا اهو بيقول لي ادي نقطة رقم 1، وادي نقطة رقم 2، وادي نقطة رقم 3. ازاي ترسم المستطيل يعني الثلاث نقط على الكورنر بتوع المستطيل. وليكن انا اخد دي اول نقطة اهي، وادي دي تاني نقطة اهي، وادي دي تالت نقطة اهي، فرسم لي المستطيل اهو،
وباللون الازرق، لان انا محدد طوله اهو وادي او عرضه اهو وادي طوله اهو، حولوا لي باللون الاسود مره واحده، لان خلاص ما ينفعش ان ادي بعد غير اللي هم بعدين، وانا ناسبه للنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي اللي هم متحددين قبل كده. خلاص ممكن ارسم بعد كده، ممكن ارسم مستطيل بمعلوميه 3 بوينت سنتر ريكتانجل، اللي هو ثلاث نقط بس، نقطة رقم واحد أو أول نقطة في السنتر بتاعه. لو جيت بصيت هنا هو على طريقة الرسم بتاعه، نقطة البداية في السنتر، بعد كده نقطة النهاية في منتصف الضلع، بعد كده نقطة النهاية على كورنر. تعال نشوف هيترسم ازاي. ادي نقطة السنتر بتاعه ليكن اهي، بعد كده ادي تاني نقطة اهي، مثلا اخد النقطة دي بعيد عنه اهو، بعد كده تفتح المستطيل بتاعك سواء لتحت او لفوق، وليكن اخليه اهو تمام. ادي الطول بتاعه من سمارت دايمنشن، وله مثلا العرضه اخليه انا رسمت اهوت، عايز اطلع اضغط على كليك يمين، كنت عامله بوضع فيرتيكال اخليه مايل اهو، ممكن تخليه وضع هوريزونتال او تخليه وضع فيرتيكال او وضع مايل بسبب بتاع عن طريق تحريك الماوس مش اكتر يعني تمام. وانا هخليه مثلا 20 الطول بتاعه ماشي، هو عايز بعد راسي او سكوت، سكوت الهوريزونتال بتاعه خليه مثلا 40 تمام. هو باللون الازرق هو ناقص ان انا احدد له البوزيشن بتاعه، ناقص ان انا احدد له البوزيشن بتاعه. ممكن اخد الخط ده كده اهو، اطلع من السمارت دايمنشن اعمل ليجز، اخد اضغط على الخط ده واقوم ضاغط كنترول واقول له الخط ده كده اهو علاقه الاثنين معاه، واخليهم الاثنين كولينير تمام، الاثنين على بعض تمام. فاذا انت ايه تقدر تحرك، لو ضغطت على المستطيل ده تقدر تحركه لفوق ولتحت. فاضل اللي انا اعمل علاقه تانية، انا عندي خطين اهو، الخط ده والخط ده بقوا باللون الاسود لانهم الاثنين منسوبين للنقطه دي والمسافه بينهم. ناقص اللي انا انسب اي خط من ده ومن ده لنقطه الاصل، اقوم رايح مثلا على سمارت دايمنشن دي، اقوم رايح على سمارت دايمنشن واعمل مسافه راسيه مع نقطه الاصل وليكن 10، فاذا اتحول المستطيل للون الاسود تمام. بعد كده اقدر ارسم مستطيل بمعلومية او خلاص كده خدنا اربع مستطيلات، فاضل اللي انا ارسم اربع مستطيلات بمعلومية اللي هو لي اول حاجة كورنر، بمعلومية السنتر، بعد كده ثلاث نقط بتوع الكورنر بتاعه، بعد كده نقطة المنتصف ونقطتين في الكورنر، بعد كده الباري جرام ده هوت اللي هو متوازي مستطيلات. عايز ارسم متوازي مستطيلات، اضغط على متوازي مستطيلات بيقول لك ان هوت ايه طريقة الرسم بتاعته اهي، دي نقطة البداية ونقطة ان ودي نقطة رقم 2 ودي نقطة رقم 3. لو حطيت دي نقطة أول واحدة، دي تاني واحدة، ودي تالت واحدة، وتميل يمين أو شمال ترسم متوازي المستطيلات أهو تمام. ممكن بقى تحدد الدايمنشن بتاعته، وليكن مثلا طوله أهو، طول الخط بتاع القاعدة مثلا ليكن 30. عايز الزاوية بتاعته، الزاوية بين الخط ده والخط ده وليكن اهيت، ممكن تخليها زاوية كده او خليها كده وليكن كده 30 مثلا اهو. وينقل مثلا النقطة دي، اطلع من ايجز من سمارت دايمنشن، هاخد النقطة دي علاقة كنترول مع النقطة دي واخليهم ميرج، فتتحول هتتنقل النقطة لتحت اهو، نقطة اتنقلت على نقطة الأصل. عندي التلات خطوط دول، التلات خطوط دول بقوا فول ديفايند أو باللون الأسود، ناقص الخط ده هوت اللي أنا أقدر أحركه، أقدر أمد متوازي المستطيلات في أي مكان عايز أثبته، وأقوم مديله بعد اللي هو ليه البعد الرأسي ده هو تمام. اديله سواء انا عايز اعمله بعد راسي او عايز اعمله خط مايل زي كده اهو، مثلا اعمله خط كده اهو، اهو اعمله الخط ده اقول له طول الخط ده مثلا ليكن 20، فخلاص كده بقى كله فولي ديفايند. دي ريكتانجل
الخمس طرق اللي انا ارسم بيهم مستطيل اخدناهم، اذا كنت على سنتر كورنر او سنتر او 3 بوينت كورنر ريكتانجل او 3 بوينت سنتر ريكتانجل او بالجرام اللي هو اللي قلت عليه اللي هو متوازن سكيل. خلاص تجربوا الحاجات دي مع نفسكم، ان شاء الله انتظروني في الدرس القادم باذن الله. شكرا لكم، سلام عليكم.